وعياً منها بقيمة العمل الجمعوي وإيماناً منها بدور الرياضة والرياضيين في رقي المجتمع، نظمت جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح وتحت شعار تعايش وترابط أمسية تكريمية لقدماء نجوم الملاكمة اليهود المغاربة، اعترافا لهم بالمجهودات التي قاموا بها لصالح ألوان هذا الوطن. هو التكريم لهاد الناس هذا، احنا كجمعية ديال المجتمع المدني ورياضيين في نفس الوقت ولاد هاد الرياضة ومارسنا هاد الرياضة، لان هاد الناس احنا ما كبرناش معهم ولكن كبرنا مع الناس اللي عايشوهم، وهذاك الشيء علاش عاود التفتنا ليهم ومرحبا بهم في بلادهم. راه سي ماكس كوهن راه جا من فرنسا، مرحبا به في بلادو. سي اطياس راه كيعيش هنا، وعاد واش كاينين ناس اخرين اللي غادي يكون التكريم ديالهم في نفس هاد التاريخ، لان هاد التاريخ ديال اليوم وهو اليوم العالمي للتسامح. وكما في علمكم، لان هاد البلاد هادي راه بلاد تسامح وتعايش، وهاد الشيء راه خدينا من عند الاجداد ديالنا ومن عند الملوك العلويين ديالنا. واستطاعت جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية بمجهوداتها الفردية أن تجمع شتات نجوم الملاكمة اليهود المغاربة في حقبة ما بين الأربعينيات والسبعينيات، كما أنها نجحت في ترجمة الثقافة المغربية من خلال هذه الأمسية التكريمية. بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، فكرت جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية باش تنظم هذا اليوم هذا وتكرم فيه واحد الشريحة من أبناء المغاربة اللي مارسوا الرياضة في واحد الوقت، بالضبط في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات حتى السبعينيات من القرن الأخير. وكاين اللي منهم بلل القميص الوطني، منهم ماكس كوهين اللي كاين اليوم غيكون متكرم. وماكس كوهين كما كيعرفوه الناس راه هو اللي كان لعب في المقابله ديال اللي سبقات ديكزيبيسيون اللي دار محمد علي كلايف في 1972 بالملعب الشرفي انذاك اللي هو الملعب مبارك محمد الخامس. ومن بعد سميتو دخل الاحتراف ومشى كيدير الاحتراف في فرنسا، ولكن بقى كيلعب بالقميص الوطني المغربي وديما كيحنوا الى العوده الى المغرب. وحنا فكرنا في اطار هذا اليوم كما قلت ما يفوتناش، حنا كنديروا العمل الجمعوي الاجتماعي بطريقه محضه، فكرنا بهذه الشريحه تما مغاربه تما خوتنا. مبادره ذاتيه ومحموده لقدماء نجوم الملاكمه المغربيه، خصوصا وانها تزامنت مع اليوم العالمي للتسامح وغير بعيده عن عيد الاستقلال، في انتظار تعميم مثل هذه المبادرات في كل المجالات وكذا التشجيع عليها.